رجعنا لكم مرة تانية في الفقرة الثانية. طبعا انضم إلي الكابتن محمد تريكا، إداري نادي المكسب الأسكندرية. أهلا كابتن محمد، أهلا وسهلا كابتن، أخبارك إيه؟ الحمد لله. ومعايا اللاعب الجميل اللاعب مصطفى السيد علي عسل، لاعب نادي الزرقاء مواليد 2001. أهلا وسهلا أهلا مصطفى. عامل بحضرتك، مصطفى؟ الحمد لله كويس، أخبارك يا حبيبي؟ ربنا تمام. يخليك. تمام، طبعا عايز اتكلم شويه عن قطاعي الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي ونادي المكسب بمدينه الاسكندريه. طبعا تم الحمد لله قيد اللاعبين على السيستم الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم بالنسبه لقطاع الزرقاء الرياضي، وان شاء الله باذن الله قرعه المباريات يوم الجمعه القادمه واستئناف او بدء المسابقات الناشئين ان شاء الله لجميع المراحل السنيه بدايه من يوم الاحد او الاثنين القادمين باذن الله. طبعا في البدايه كابتن محمد، بالنسبه لنادي المكس السكندري تم الانتهاء من قيد اللعيبه ولا لسه؟ لا، هو تم الانتهاء كابتن من كده طبعا اللعيبه. اخر يوم بكره الساعه 12 الظهر. تم كده من اللعيبه كلها، ولو في حد ما تقيتش كده كده بكره هتخلص كل الحاجات، كل تمام. القيد عشان الجداول نزل بمنطقه اسكندريه ولا لسه؟ الايه. الجداول المسابقه الجداول نزل. نزلت. الجداول نزل، واول مباريات من مباريات هو النادي فعلا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. منطقة اسكندرية سباقة طبعا بكل موسم، لازم هي اللي تبدأ الأول في مسابقات الناشئين، ودي لفتة طيبة جدا من منطقة الاسكندرية إنها بتبدأ مباراة الناشئين قبل أي منطقة على مستوى الجمهورية. مصطفى كلمني كده عن بدايتك كلاعب، لأن أنت طبعا 19 سنة دلوقتي وتم انضمامك أخيرا لنادي الزرقاء الرياضي. بدأت فين يا مصطفى؟ بدأت في نادي المقصة، لعبت مع مين في مصر المقصة؟ كابتن جمال لملوم. كابتن جمال لملوم، تمام. وبعدين نادي الفيوم مع كابتن تصم مين بقى؟ من محافظة الفيوم. الفيوم برضه، مصر المقصة والفيوم بقى فيوم. آه. تمام. ومع كابتن سيد حافظ 2001، كابتن محمد فؤاد. وبعد كده جيت المقاولين، يعني انت مصر المقاصه الفيوم المقاولين العرب مع ثم خطوة. الزرقاء. طب دي حاجه كويسه برضو، يعني انت خطوة. بس السي في بتاعك بسم الله ما شاء الله حاجه كويسه. بدور دايما على اللعب واستمرارية. بس انت واخد النادي طبعا كمحطه للدرجه الاولى كمحطة والفريق الاول او لنادي ممتاز عليك. تمام. طموحاتي اللي انا اوصل للدرجة الاولى طبعا ان شاء الله باذن الله مصطفى، انت من اللاعبين المميزين بجد، وطبعا ان شاء الله يكون لك مستقبل كويس. كابتن محمد كلمنا بقى عن اللاعبين المتواجدين في قطاع الاسكندريه والاستعداد لبدء المسابقات والمدربين وقفوا على مستوى اللعيبه. والله يا كابتن، احنا بقالنا فتره بنعمل ماتشات وديه، شغالين في الماتشات الوديه. يعني عندنا ماتش بكره ودي ان شاء الله باذن الله، تمام، مواليد 2006. فشغالين في الماتشات الوديه للعيبه كل المراحل السنيه، ماتشات ودية عشان بدايه الدوري، لان خلاص ما عادش في وقت دلوقتي. لازم يكون في ماتشات وديه للعيبه كلها، تقف على الحاله البدنيه للعيبه والحاله الفنيه للعيبه، عشان ان شاء الله باذن الله مع بدايه مسابقه الدوري باذن الله من اول الاسبوع اللي جاي، بدايه ماتشات الدوري، تكون اللعيبه في احسن صوره، تمام. وتديك اللي انت عايزه في الماتشات في بدايه الدوري، وتديك الماتش، وان شاء الله نعمل نتائج كويسه في ماتشات الدوري، وباذن الله عشان نطلعوا لعيبه كويسه السنه دي لانديه الدوري ممتاز، لان هيبقى في عيون كتير على اللعيبه اللي موجوده معانا باذن الله، عشان في انديه من الاتحاد السكندري في اسكندريه، ومن الاولمبي، ومن حرس الحدود، ومن سموحه. في ناس بتيجي تبص على اللعيبه، لان عارفين اللعيبه اللي بتبقى موجوده في الدرجه الثالثه والرابعه والممتاز به، بيبقى عندهم لعيبه كويسه قوي، والحاله البدنيه بتاعتهم كويسه، لان عارفين اللعيبه ديت مش لعيبه مثلا من هم اللعيبه اللي هم الايه التعبانين، او الحاله البدنيه عندهم تعبانه، لا، هم اللعيبه دي بتتمرن، حتى كمان ما بتمرنش في الملعب بس، ده بتتمرن في البيت، موجودين في البيت بيتمرنوا، عندهم ملاعب بيتمرنوا في الملاعب، بيجروا يعني. احنا نكلمهم لو انتوا مثلا لو الجو مثلا ممطر في اسكندريه ومفيش تمرين، لا، بنكلموا معاهم ونقول لهم يعني في بتبقى تمرين. في محاضرات اكيد نظريه اكيد، للعيب. محاضرات قبل كل تمرين، كمان كل تمرين بنعملهم معاهم محاضرات ليهم، بنقول لهم لو مفيش تمرين، احنا عندنا تمرين، تمام، تتمرنوا في الملاعب اللي عندكم في بلدكم، عشان خاطر تبقوا واقفين بدنيا كويس على الارض. تمام يا يعني كابتن محمد. قول لي يا مصطفى كده، بالنسبه برضو يعني انت مركزك في الملعب؟ بلعب نص ملعب وهاف ليفت. تمام. طريقتك كده تشبه لمين كده في بلعب زي كيفن دي بروين، تمام، وبلعب برضه على الاطراف زي مبابي. و انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي.
ايه بقى رايك في فوز الاهلي بقى؟ والاهلي ما استحوذش على المباراه، بس ربنا كرمنا طبعا ثالث سنه كسبته يعني. دي ثالث سنه والاهلي سحق تمام يعني، الاهلي فعلا تعب. وانت كابتن محمد بقى اهلاوي ولا زملكاوي؟ بص يا كابتن، انا اهلاوي طبعا وبحترم كل جماهير في مصر سواء اهلي زملكاوي او اسماعيلاوي او كذا، ولكن المباراه النهائي بين الاهلي والزمالك كانت مباراه مشرفه جدا، كان العالم كله بيتفرج على نهائي القرن فعلا، فيما لقبت بمباراه القرن فهي مباراه تستحق المشاهده من العالم كله. الاهلي كان كويس جدا في المباراه، خصوصا اول ربع ساعه، الشوط الثاني الشوط الاول من بعد ربع ساعه الزمالك بدا يمسك كوره والاهلي بدا يتراجع، والاهلي والزمالك مين كان اكثر استحواذا يا كابتن محمد؟ الشوط الاول اكثر استحواذا للزمالك، ولكن الشوط الثاني كان لحد ما متكافئ من الفريقين. ليه؟ عشان الاهلي ضيع جوان والزمالك ضيع جوان، فالمباراه كانت تليق بالفريقين فعلا. طب احنا طبعا بنرفض طبعا الصور المسيئه اكيد طبعا، والتعفير طبعا على المواصل حاجه انا رفضتها. اي لو اي واحد مصري او اي واحد مسلم يرفض الحاجات اللي بتحصل دي بشده، صح، لشيكابالا لان التعصب الاعمى ده ما بيجيبش نتيجه. ما طبعا بيجيبش نتيجة. وانت مصطفى ايه رايك في التحفيل بقى؟ بيبقى بادب وبشكل احترام لا طبعا هو خرج عن النص الفتره دي، خرج عن النص تمام، وبقينا نشبه زي ايطاليا او سوريا، وده بيعمل تعصب كبير بين الفريقين الاهلي والزمالك. تمام. وكلنا مصر يعني المفروض كاسب نقول بنتفرج وبنستمتع، نستمتع ده كوره بالمباراه، وفي الاخر بنبقى كلنا عيله واصحاب وقاعدين مع بعض وماتش يخلص. وكمان وكمان الكاس ما اتخرجش مره بس، يعني الكاس موجود في مصر. ما هو الكاس مصري خالص، ولكن احنا بنتكلموا على كلهم لعبه مع بعض في المنتخب واصدقاء واصحاب، و90 دقيقة تخلص ومفيش حاجة. طب يا ريت تجهزوا لنا الصور كده بتاع قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي. قول لي يا مصطفى كده، يعني انت انضمامك لنادي الزرق الرياضي، طبعا سمعت عن النادي طبعا. عارف النادي في الممتاز به؟ طبعا. نادي الزرق الرياضي اداني فرصة أكتر في اللعب، في اللي أنا أشارك في مباريات كتيرة، وده اللي أنا عايزه الفترة الجاية. وفي نفس الوقت محطة للدرجة الأولى. طب يا ريت كده تعرض لنا الصور. ايوه اللي طبعا فريق 2003 بنادي الزرع الرياضي، فريق جيد جدا بقيادة الكابتن حاتم الكومي. يا ريت نعرض برضو نسرع العرض. الكابتن حسام علي طبعا ومعه حراس مرمى نادي الزرع الرياضي، عامل جهد مشكور عليه الكابتن حسام، وافرز بعض الحراس المرمى الجيدين للقطاع. ده لاعب منضم لنادي الزرق الرياضي حديثا من اللاعبين الجدد المنضمين للنادي، اللاعب هاني محمد ربيع من اللاعبين الجيدين، فريق مواليد 2002 بقيادة الكابتن كريم أحمد من الفرق المميزة والممتازة واللي مشهود لها بالسلوكيات الحميدة. طبعا الكابتن كريم من المدربين الأكفاء داخل القطاع نادي الزرق الرياضي، ده برضو احد اللاعبين المنضمين لنادي الزرق الرياضي. الحارس اسلام لوكا طبعا حارس مرمى هاني محمد ربيع، ده هاني محمد ربيع مواليد 2000، لاعب جيد جدا من اللاعبين المميزين، كان بيلعب في بيراميدز اخر موسم له وانضم لنادي الزرق الرياضي. ده محمد صبري حارس مرمى جيد من الحراس المميزين في قطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي. مدربين الجهاز الفني للفريق الاول بنادي حدائق حلوان الكابتن رأفت نور الدين، الكابتن محمد فتحي والكابتن احمد عاشور والكابتن حسام علي من المدربين الاكفاء. والجهاز الفني للفريق الاول اللي ان شاء الله هيستأنف مبارياته او يبدا مسابقات القسم الرابع الاسبوع المقبل باذن الله لمجموعه القاهره. ده الحارس الجميل الحارس اسلام لوكا والكابتن صلاح سعد طبعا من الحراس المميزين، اخر نادي لعب له نادي ناصر الفكريه طبعا، وحارس جاي جدا انضم لنادي حدائق حلوان للفريق الاول. طبعا بننعي طبعا الباشمهندس او الكابتن نصر مشطه طبعا رئيس نادي
الجبل الأصفر بمنطقة القليوبية من الناس اللي أثرت في مجال الرياضة وكذلك المجال السياسي، عليه رحمة الله وأدخله الله فسيح جناته. اللاعب محمد حسن منضم حديثا لنادي الزرقاء الرياضي. طبعا عايز اتكلم كابتن محمد عن قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي طبعا، والطفره اللي حصلت وافراز بعض اللاعبين الجيدين في القطاع. والله يا كابتن انا شايف ان شغالين شغل محترم جدا، مدربين على اعلى مستوى. انا تعاملت مع الناس، رحت اتعامل مع الناس وكنت ببص على التمرينات بتاعتهم والشغل بتاعهم. لا، ناس شغاله على مستوى عالي قوي، بيتعبوا عشان عارفين ان اللعيبه دي ان شاء الله ربنا يكرمهم السنه الجايه وهيلعبوا دوري الممتاز به مجموعه القاهره. هو طبعا بس تعليق ان هو فعلا كان نزل منشور من الاتحاد المصري ولكن تم الغاء، وكله هيلعب افرع مؤهل لقطاعات الجمهوريه ان شاء الله. طيب يعني لسه القرار ده نزل قريب يعني. تمام. فالتمرين كويس جدا. الماتشات شفت، بعرف ان في ماتشات بتتعمل دلوقتي برضو في نادي الزرقاء للانديه للنادي بكل مراحله، فدي حاجه كويسه جدا، يقف على الحاله البدنيه للعيبه برضو عشان بدايه الدوري، لان الدوري ما فيهوش هزار، بدايه الدوري ما فيهوش هزار. تمام يا كابتن محمد. مصطفى، انت بقى هدفك القادم ان شاء الله توصل ليه؟ ان شاء الله اتصعد للدرجه الاولى، اكون مع الدرجه الاولى واثبت نفسي ان شاء الله واوصل دور ممتاز. تمام، ده هدفك ان شاء الله باذن ان شاء الله. كابتن محمد، في ختام هذه الفقره حابب تشكر مين في المجال الرياضي؟ قبل ما اشكر بس يا كابتن اي حد، احب طبعا اقول الف مليون مبروك للنادي الاهلي. ما احنا قلنا على محمد لازم لازم ابارك يا كابتن. انا ما باركتش، انا لازم ابارك. لا بارك، لان المباركه بتاعتك ان شاء الله هتقضي على الاهلي. اكيد اكيد. ابارك للنادي الاهلي طبعا على الفوز بدوري ابطال افريقيا، وان شاء الله يتجدعب في كاس العالم اللي جاي والسوبر الافريقي، واقول للزمالك لعب مباراه كبيره. تمام. تاني حاجه اشكر، احب اشكر كل الناس اللي توقف جنبي، خصوصا حضرتك كابتن محمد وكل الناس حبيبي، ابويا وابويا وامي واخواتي، فكلهم جزيل الشكر ليهم يعني. وانا حبيبك يا محمد. حبيبك يا محمد. مصطفى، قول لي بقى حابب تشكر مين بقى اللي واقف جنبك سندك خارج المجال وداخل المجال؟ طبعا عيلتي، ابويا وامي واخواتي. تمام. وبشكر حضرتك. حبيبي يا باشا. والحمد لله يعني ان هي برضه ناس صحابي بيساندوني في الكوره. تمام. كل الناس بتساندني يعني اللي انا اتقدم وبفضل من كده. ان شاء الله لو حاجه كويسه كده ومستقبل طيب باذن الله. ان شاء الله. مصطفى السيد علي عسل. طبعا في ختام هذه الفقره بشكر ضيوفي الكرام.